أسعد الله الجميع أوقاتكم بالخير. جاء الوقت اليوم إني أكشف لكم عن موضوع ظليت مخبيه عنكم الوقت طويل جدا. على العمياني هو برنامج يوتيوب اشتغلت على إعداده فترة طويلة. البرنامج فكرته جديدة وأعتقد أنه راح يصدم الناس صدمة إيجابية. طبعا البرنامج يوصل رسائل توعوية إيجابية بأسلوب كوميدي بحت. أوعدكم تحبوه ويكون إضافة جديدة لكم ولليوتيوب. المشاهير اللي تحبونهم راح يكون لهم دور بارز ومؤثر في برنامجنا على العمياني، ودورهم كالتالي: كل ضيف من ضيوفنا راح يعيش تجربة مختلفة. القاسم المشترك الوحيد بين هالتجارب ان كلها على العمياني. الاكشن او الصعوبة في هالتجارب مرتبط في جرأة الضيف او الضيفة. ما راح اتكلم كثير، الايام تثبت لكم. تواصلت مع كثير من المشاهير وأبدأ استعدادهم وحماسهم للفكرة. الباقي عليكم، إذا عندكم أي اقتراح لضيف معين تفضلوا على الخاص. متوجه إلى مجمع الراشد لتصوير بعض لقطات برنامج على العمياني الحلقة الأولى، خليكم معنا. طبعا أنا جاي من الرياض ماسك خط وعلى طول على التصوير في مجمع الراشد بالخبر. ما راح أكون كثير فاضي، لكن راح أخلي جوالي مع أحد الأصدقاء يوثق لكم. شكرا لحوراء البعينين الإعلامية القديرة على تغطية الحدث المميز. يعطيك العافية. يعطيك العافية محمد، أنا قاعدة أصوره وهو يصور. مرحبا، أنا حوراء. طبعا أنا أشد على أيدي محمد. يعطيك العافية محمد على هذا البرنامج. البرنامج هذا راح يرى النور قريبا، تجربة مثيرة من نوعها راح يعني يعيشها محمد سعد. هي تجربة مثيرة من نوعها، يعيش المبصر من خلالها تجربة الكفيف. ترقبوا هذا البرنامج. طلع كل شيء. طلع كل شيء. نظرة سناب شات تبي؟ ليش لا تستخدمه؟ هو مثبت فقط. هذا ما حنستخدمه. تست سحقا. ترى مره كويس. افصل السماعه خلاص. اذا بتسوي مونيتر بس شويه بس اجرب. انت تبي السماعه تسوي لها تست؟ سماعه اديت. ايش عندكم معنا في هذا؟ اوكي.